خلونا نروح لجولتنا الصحفية ونبدأ معاكم من صحيفة أخبار اليوم، وفي صفحتها الأولى خبر رئيسي بيقول الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند يبحثان تبادل الخبرات الناجحة في مكافحة فيروس كورونا. الهند تشيد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية. خلونا يعني نتعرف على المزيد وأهمية هذا الاتصال. معانا دلوقتي الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي. أستاذ جمال، صباح الخير وأهلا بك يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. كان في اتصال امبارح بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي، بحثوا خلال هذا الاتصال من ضمن ما بحثوه تبادل الخبرات الناجحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. إلى أي مدى ممكن كل طرف من الطرفين يقدم خبراته في مواجهة هذا الفيروس للطرف الآخر أو الجانب الآخر؟ يمكن مصر بتحصد نتائج علاقاتها الخارجية المتميزة في الحقيقة، وخاصة مع الجانب الآسيوي. أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة الهند مرتين، مره في عام 2015 ومره اخرى في عام 2016، وهناك علاقات مصريه هنديه متميزه للغايه وشهدت دفعه قويه جدا. الهند في الحقيقه يمكن بيطلق عليها صيدليه العالم، هي تستحوذ على اكثر من 10% من صناعه الدواء، ويعني تصدر للعالم الكثير والكثير من المنتجات الدوائيه في المرتبه الثالثه ضمن يعني منتجي الدواء في العالم. وبالتالي بنتكلم على يعني قوة كبرى في مجال الطب وإنتاج المواد الخام، لأن أيضا الهند يعني تزرع أيضا الكثير من الأعشاب الطبية النادرة، وأيضا طورت بشكل واضح مراكز الأبحاث الخاصة بها المتعلقة بصناعة المواد الأولية للدواء أو المواد الخام للدواء. وبالتالي احنا بنتكلم على قوة عظمى في الدواء، يجب أن يكون هناك تعاون طوال الوقت بين مصر والهند في هذا المجال، وهناك أرضية مشتركة بهذا التعاون، وهناك علاقات جيدة بين القيادات السياسية، وأيضا علاقات أكثر من رائعة على مستوى أيضا الشعبي والتاريخي. لا ننسى أن العلاقات المصرية الهندية طوال الوقت كانت مميزة وكانت رائدة. وبالتالي هذا الاتصال في الحقيقة اتصال مهم جدا لدعم التبادل، يعني أو دعم التبادل المشترك في فكرة يعني مجابهة جائحة كورونا، التي في الحقيقة هي جائحة عالمية يجب على كل الأصدقاء والدول الصديقة والشقيقة أن تتعاون في مجابهة هذه الجائحة. وأيضا يمكن النظر على تغريدة رئيس وزراء الهند بعد هذا الاتصال يؤكد أن الهند بالفعل لديه رغبة مهمة جدا للتعاون مع مصر. يمكن رئيس وزراء الهند عبر حسابه على تويتر أكد أن الهند يعني سوف تدفع بكل إمكانيات المساعدة في الدولة المصرية في مجابهة جائحة كورونا، وهذا أمر محمود جدا للجانب الهندي، ويؤكد مدى يعني جودة العلاقات المصرية الهندية. الحقيقة نحن أمام علاقات مصرية خارجية الآن بنحصد نتائجها، لأن الانفتاح المصري على الخارج وتجويد العلاقات وتحسين العلاقات المصرية في الخارج أفاد مصر بشكل ملحوظ وقت الأزمة، وكما تعاونت مصر مع الصين بعثت بمساعدات لإيطاليا، نجد الآن تعاون مع الهند. إذن مصر أيضا لم تنغلق خلال الأزمة، بل زادت من انفتاحها على العالم، وأعتقد أن يعني التعاون المصري الهندي سوف يكون مميزا خلال هذه أو خلال التصدي لهذه الجائحة. أستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، شكرا لحضرتك كنت معنا عبر الهاتف. خلونا نكمل استعراضنا للأخبار والعناوين اللي تصدرتها صحافة القاهرة الصادرة النهاردة السبت. خلونا نروح لصحيفة الأهرام، وبالتحديد الصفحة الأولى نطالع فيها مؤشرات بانحسار كورونا بألمانيا والدنمارك والنمسا، الفيروس بيشعل الحرب بين ترامب وبيلوسي. من تفاصيل هذا الخبر زي ما ورد في صحيفة الأهرام نقلا عن وكالات الأنباء ومراسلها في فيينا، قالت بينما يواصل فيروس كورونا حصد ضحاياه حول العالم، تجاوز عدد المصابين به حوالي 2,000,000 والوفيات 147,000، وكشف العدد أو كشف عدد من الدول الأوروبية عن مؤشرات إيجابية بتبشر بقرب انحسار الوباء، ومع اتجاه الدنمارك والنمسا إلى بدء تخفيف الإجراءات والقيود التي فرضتها لاحتواء كورونا. أيضا نقلت عن وزير الصحة الألماني أن الإجراءات الحالية لمكافحة الجائحة في ألمانيا
حققت نجاحا ووضح أن التفشي أصبح قابلا للسيطرة مجددا وبصورة أكبر. أيضا في الوقت نفسه شرعت الدنمارك في إعادة فتح دور الحضانة والمدارس في هذا الأسبوع، وده في أول خطوة نحو التخفيف التدريجي للإغلاق العام اللي استمر حوالي شهر. خلونا نروح لجريدة الجمهورية، والحكومة تحاصر الشائعات وتوضح الحقائق. المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية كبير، ولحوم المجمعات آمنة، والمقررات التموينية وفيرة وتكفي احتياجات المواطنين. وحول هذا الخبر خلونا نتابع أبرز التفاصيل مع أستاذ حسام حسن أبو خزيم، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. صباح الخير يا فندم، نرحب بيك. حضراتكم وعلى السادة المشاهدين صباح الخير. طيب، يعني دايما الحكومة ومجلس الوزراء بيحرص على الرد على الشائعات المختلفة فيما يخص الوضع في مصر، وطبعا فكرة توفر السلع ده من الحاجات اللي بتهم المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. ايه هو الوضع بالنسبة لتوفر السلع في الأسواق المصرية، والمخزون الاستراتيجي بشكل عام للسلع في إطار فترة الحظر اللي بنمر بيها؟ يعني احنا شايفين ومتابعين على مدار الساعة استاذة ليلى ان السيد الرئيس بيتابع المخزون الاستراتيجي سواء مع وزير التموين او مع رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الحكومة المصرية في اجتماع مجلس المحافظين ومجلس الوزراء، وعلى مدار الساعة بيتم متابعة هذا المخزون الاستراتيجي. يمكن الحمد لله هناك عدد من السلع الاستراتيجية بتكفي اكثر من 8 شهور، وهناك عدد من هذه السلع بيكفي حوالي 29 شهر، والاسبوع الماضي كان بيتم عرض يعني عملية مفصلة عن المخزون الاستراتيجي. الحمد لله السلع الاستراتيجية موجودة في المجمعات الاستهلاكية، حتى لدينا حوالي بالنسبة لمعرض أهل رمضان بالمعنى التقليدي القديم، لم يعد معرض أهل رمضان طبعا حتى لا يتم هناك الزحام والتكدس في مثل هذه المعارض، ولكن وجد البديل الآخر وهو المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت الكبيرة. حوالي 1800 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية موجود فيهم مثل هذه السلع الاستراتيجية. لدينا طبعا منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، لدينا المنافذ التابعة للقوات المسلحة الموجودة في يعني الميادين والمنافذ الثابتة والمتحركة. طبعا احنا عارفين في مثل هذه المواضيع بتكثر الشائعات وما الى ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض يعني المواقع الاخباريه التابعه للجماعات الارهابيه، اللي هي بتحاول من الحين والاخر بث الريبه والفتنه في نفوس الشعب المصري، ولكن الحمد لله الشعب المصري واعي وقادر ان هو طبعا بيفرز مثل كل هذه الاخبار. من ضمن الشائعات الاخرى وجود تخصيص رابط الالكتروني للاستعلام عن منحه السيد الرئيس ال 500 جنيه للعماله الغير المنتظمه. احنا شفنا خلال الفتره الماضيه او نهايه يوم الخميس الماضي طبعا تم يعني توزيع مثل هذه المنحة اللي هي 500 جنيه على مدار الثلاث شهور، شهر مايو شهر أبريل ومايو ويونيو، وبيتم إن شاء الله التوزيع خلال الشهرين المقبلين. كان يعني عملية يعني مثل هذه الأسماء اللي هي طبعا سجلت عن طريق طبعا وزارة القوى العاملة، كذلك عدد من هذه الشائعات. إذن يعني بالتأكيد هناك حرص دائما للرد على هذه الشائعات من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حتى لا يحدث طبعا حالة من البلبلة في الشارع المصري. بشكرك الأستاذ حسن أبو خزيم، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. لسه مكملين استعراضنا للعناوين والموضوعات في صحافة النهاردة، وخلونا نروح لصحيفة المصري اليوم ونطالع منها من الصفحة الأولى خبر بعنوان شبرا البهو تعتذر لعائلة ضحية كورونا بعد الاحتجاج على دفنها بالقرية، وأوردت الصحيفة صورة لبعض من أهالي القرية بيرفعوا لافتة اعتذار لعائلة ضحية كورونا.
ومن الأهرام بنطالع الأقباط يحتفلون الليلة بقداس عيد القيامة في منازلهم بعيدا عن الكنائس طبعا اللي تم تعليق الصلوات فيها نظرا لظروف أو الإجراءات الاحترازية اللي بتتخذ لمجابهة فيروس كورونا، لكن في تواصل من خلال المواقع الإلكترونية مع الأقباط ونقل مباشر طبعا للصلوات المختلفة وفي الكنيسة. نرجع مرة تانية لصحيفة أخبار اليوم ونطالع من الصفحة الخامسة حوار أجرته أخبار اليوم مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. من عناوين هذا الحوار زي ما أوردتها أخبار اليوم: المحافظات مغلقة في شم النسيم، لا داعي للقلق، السلع متوافرة في الأسواق وتكفي الجميع، عقوبات رادعة لجشع بعض التجار ولا مبرر لرفع أسعار السلع، مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من تداعيات أزمة كورونا في القرى والنجوع، غلق 7000 محل مخالف و 3000 سوق واسترداد 2.5 مليون متر من أراضي الدولة. ده طبعا تصريحات خاصة من وزير التنمية المحلية لصحيفة أخبار اليوم. جريدة الجمهورية: وزير المالية صرف مرتبات إبريل للعاملين بالدولة غدا رغم إجازة البنوك وتوزيع المواعيد على الهيئات لمنع الزحام والالتزام بالإجراءات الاحترازية. نرجع مرة تانية لصحيفة المصري اليوم ونطالع من الصفحة الثانية: القوات المسلحة تواصل التطهير والتعقيم الوقائي في 4 محافظات، تنفيذ الأعمال خلال سريان حظر التجول لعدم تعطيل المرور ومصالح المواطنين. خلونا نشوف تعليق على هذا الخبر. معنا دلوقتي اللواء ناصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء صباح الخير وأهلا بك. صباح الاطمئنان على كل الشعب المصري. كاد بها دائما القوات المسلحة بتشارك وبتتصدر كل يعني الجهود اللي بيحتاجها المواطنين والوطن عند وقوع أو وجود أي تحديات أو مشاكل أو أزمات. بنشوف القوات المسلحة بتواصل دورها في عمليات التطهير والتعقيم الوقائي في 4 محافظات، إلى أي مدى حضرتك بترى هذا الدور اللي بتقوم به القوات المسلحة حتى الآن لمساعدة الأجهزة والمحافظات والقطاع المدني ككل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا؟ يعني عايز أقول إن ده هو الدور الطبيعي للقوات المسلحة، هي الحصن الواقي لمصر ولشعبها، هي الأمن والأمان ضد أي مخاطر أو ضد أي تهديدات تهدد الشعب المصري في أي مجال وفي أي مكان. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن عن الاحتياط الاستراتيجي وعن أنساق المواجهة اللي هي مجهزها لمواجهة هذا الخطر. فالقوات المسلحة في النسق الأول بتواجه كل أعمال التطهير المطلوبة، ودي كانت مبادرة ربما قبل ما يصل الفيروس إلى مصر من منتصف مارس، كانت القوات المسلحة جاهزة بكل إمكانات التطهير والتعقيم اللي هي تمتلكها الحرب الكيماوية وهيئة الإمداد والتموين، وقامت بأعمال التطهير للشوارع وللمنشآت والوزارات ومحطات السكك الحديد والمترو وكل المرافق دي. القوات المسلحة مستمرة في حماية شعبها ضد كل هذه المخاطر. كل اللي احنا بنشوفه النهاردة ده هو عشان الشعب المصري يبقى في حالة من الاطمئنان الكامل، وده جزء من كل، لأن ما زال لدينا من الاحتياطيات ومن الأنساق الكثير والكثير، ليس في مجال التطهير فقط، ولكن لدينا في مجال العلاج إن شاء الله، لدينا في مجال توفير السلع الغذائية، في مجال حفظ الأمن والأمان ضد أي أعمال إرهابية أو فيروسات إخوانية. كل الكلام ده بنقول قوات المسلحة ملك شعبها، لا تملك إلا إن هي تضع زي ما بتدي روحها لشعبها، لا، ده إمكاناتها، سهرها، جهودها، عرقها، كل ده من أجل شعب مصر. يجب أن يطمئن الشعب المصري في كل وقت وفي كل مكان أن لديه قوات مسلحة ساهرة من أجل أمنه وأمانه. تمام. لسيادة اللواء ناصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف.
الحقيقة دي كانت مجموعة من أخبارنا المختلفة الصباحية، طبعا رسائل طمأنة بتوجه من كل الجهات في مصر، رسائل من قبل مجلس الوزراء، من قبل القوات المسلحة المصرية، إن في جهد الحقيقة بيتم على أعلى مستوى، جهد للتصدي للشائعات المختلفة، لضمان استقرار الأسواق، عقوبات رادعة طبعا للمخالفين، للتجار اللي بيقوموا برفع الأسعار، استعدادات مختلفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، من توفير السلع في المجمعات المختلفة وأيضا في المنافذ الخاصة بمبادرة كلنا واحد التابعة للداخلية، بالإضافة طبعا لأعمال التطهير والتعقيم اللي بتحرص القوات المسلحة المصرية عليها علشان يكون في نوع من أنواع التصدي الدائم لفيروس كورونا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا إلى ختام الساعة الأولى في هذا الصباح، ولكن فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم بعد متابعة موجز لأهم وآخر الأنباء على رأس الساعة مع الزميلة شروت حمدي.